وقع المصاب الجلل كان له أثر بالغ على الأشقاء والأصدقاء، حيث ساد الحزن واكتست المنطقة اللون الأسود فجعا على رحيل قائد العمل الإنساني. وسائل الإعلام في دولة الإمارات تناولت الحدث بكل ألم وحسرة، مستذكرة مواقف الأمير الراحل طيب الله ثراه ومآثره. أفردت وسائل الإعلام الإماراتية بكافة قطاعاتها مرئية مسموعة ومقروعة، إضافة للإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مساحات واسعة للتعبير عن الألم الذي اعتصر الإماراتيين قيادة وحكومة وشعبا على فقيد الأمة العربية والعالم المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. التغطية اللي قام فيها الإعلام الإماراتي هذا شيء قليل حتى نقول لأن نظهر ونبرز فيها مآثر هذه القامة، هذه الهامة العالية، هذا الذي احتضن دول الخليج، الذي أحب أهل الخليج. أيضا نحن هنا في الإمارات أحبنا، ودائما الشيخ محمد بن راشد قال نحن نحبه وهو يحبنا، وكانت كلمات كثيرا الشيخ محمد حتى أيضا أثرت فينا. وأيضا كلمات الشيخ محمد بن زايد لما عزوا وفي وفاته، هذه الكلمات وهذه المشاعر حقيقة كلها مشاعر، هي نفسها نفس قادتنا، هي مشاعر أهل الإمارات. ونقلت وسائل الإعلام الإماراتية مشاعر المحبة الكبيرة التي يكنها شعب الإمارات للراحل الكبير، تقديرا وعرفانا بمساعيه الحثيثة منذ سنوات التأسيس الأولى في تمهيد خطوات الاتحاد وتقريب وجهات النظر وتدوير الزوايا عندما كانت العقبات تبدو وكأنها مستحيلة. الشيخ صباح الله يرحمه ويغفر له يعني سياسي محنك، وأيضا أهل الإمارات يعرفون تماما بأن عندما اقترح الشيخ زايد الله يرحمه على مجلس التعاون الخليجي بأن يأخذ فكرة الاتحاد الإماراتي إلى اتحاد أكبر اللي هو الخليجي، يمكن الناس اللي وقفوا مع هذا التوجه هو الشيخ صباح، بحكم أنه هو كان دينمو السياسة والدبلوماسية الخليجية لما كان وزير الخارجية، وبالتالي يعني أعطى من وقته وجهده الكبير لتأكيد هذه المنظومة الخليجية. كما أكدت وسائل الإعلام الإماراتية الثقة الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب دولة الكويت وقيادته الحكيمة كعادته على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضاياها والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك. لتلفزيون دولة الكويت سالي الأسعد، دبي.